مشكور وزير الشباب، ربع كيلو بقلاوة وباكيت من السمن، كان كلش طيب الباكيت كله كان الله وكيله، والله ما بقيت منه شيء. اللي هذا تعبي صار بعد وصلنا الآسي، احنا مجهود فردي يعني، مجهود كل هذا فردي يعني، على حسابنا طلعتنا، على حسابنا مشاركاتنا، على حسابنا، ماكو اي دعم. الله وكيلك من جهه لحد الان من السفره، وهواي عالم طلعت عليه اشاعات مشتاق استلم هالقد واستلم هالقد، سووني عليه افلاطون. انا لحد الان فلس احمر ما مستلم من اي واحد. طبعا انا عندي معارف هواي يعني، كل ما سافرت هواي، فعندي اصدقاء بالاماراتيين، عندي قطريين اجوا كانوا بالبطوله، فكنا دائما نقعد بالمطعم بالبوفيه فيسولفوا لي الرابع مالهم الخامس مالهم، لان هم عندهم اول ما عندهم اوائل ما عندهم الرابع والخامس بيت وراتب مدى الحياة وسفرة خارج القطر ويعطوهم سيارات. والله شوف أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه هذا البلد يتغير، يتغير حاله للأجيال القادمة، ما أريد يمرون باللي إحنا مرينا به. يعني ما أعرف شو أقول لك، يعني عشنا أيام سودة وهذا يعني تعب، وأنا ما أريد هالأسف الحمد لله والشكر تغير الحال. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه هذا البلد يتغير، ترى تطلع عندي بي اكو طاقات واكو اجسام هنا ما شاء الله عليها، يعني تجيب توصل للاحترام. انا حلمي اوصل عالميه، هاي العالميه لازم اوصلها واقدر اوصلها.